خلق جبريل ونزل الإنجيل حضر عملنا اي يفتخر بيك الجيل ونسمى اسرائيل يجمع شملنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحتفلون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المشايخ الفضلاء، الأساتذة، الرواديد، الشعراء، الحضور جميعاً، قد ازدان الحفل بحضوركم، فحللتم أهلاً ونزلتم سهلاً، وأهلاً ومرحباً بكم. في مثل هذه الليلة وقبل 1461 سنة قد فاح في الكون عبير شذا وأشرقت شمس قد ملأت الأكوان نورا، ليلة ولد فيها ميزان الحق والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. أيها الأحبة، نجتمع اليوم بميلاد أمير المؤمنين وقائد الإصلاح الحقيقي، إمام التوحيد ومجفف المنابع الإرهاب والفساد، والذي لم يعرف المداهنة في الدين ولا المساومة على حساب الفقراء والمستضعفين، إمام الاعتدال والوسطية وسيد العقل والعقلاء. وبهذه المناسبة المباركة الميمونة يسر مرجعية السيد الصرخ الحسني دام ظله المبارك أن يحيي هذه المناسبة الميمونة بحفله المتواضع هذا، فنشكر لكم الحضور ومشاركتنا هذه الفرحة، فحللتم أهلاً ونزلتم سهلاً. خير ما نفتتح به حفلنا هذا هو تلاوة آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الأستاذ عبد الزهرة، فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العلي العظيم. من قبلة الدين حيث البيت والحرم قد أشرق الكون للميلاد والأمم لفاطم قد دوى ركن الحطيم لها شق الجدار وبيت الله محتشم جوف العتيق أناخ الرب مضجعها فأي بيت إلى المولود يبتسم حتى دوت كعبة الإسلام معلنة الله أكبر هل الصارم الخذم هل ابن هاشم حيث الطور يلثمه ولف ملبسه جبريل والخدم قد هل نور علي المرتضى ألقا قد هل نور المرتضى قد هل نور علي المرتضى ألقا هذا قرين رسول الله والحكم هو الكتاب ونور الحق حكمته حب الولي رضاعا ليس ينفطم حب الولي رضاعا ليس ينفطم كلمة مركز المنهج الوسطي للتوعية الفكرية يلقيها الدكتور أحمد الموسوي فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أيها الحفل المبارك الميمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلى الله على نبيه المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين وسلم تسليما كثيرا. أيها الحفل الكريم، قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان قبل كل شيء فلا يقال شيء قبله وبعد كل شيء فلا يقال شيء بعده هو في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن عنها سميع لا بآلة بصير لا بأداة
لا تحويه الأماكن، ولا تصحبه الأوقات، ولا تحده الصفات، ولا تأخذه السنات. سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله. كان ربًا إذ لا مربوب، وإلهًا إذ لا مألوه، وعالمًا إذ لا معلوم، وسميعًا إذ لا مسموع. أيها الأخوة الأكارم، تملأنا الفرحة ونحن نعيش هذه الأيام المباركة والساعات القدسية لولادة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ابن عم الرسول وزوج البتول صلوات الله عليهم أجمعين، حيث النور المبارك في بيت الله الحرام وفي قلب الكعبة المشرفة. وهذا الإمام الذي قضى حياته ذائداً عن الحق وحياضه، ولطالما وقف بوجه كل الانحرافات والافتراءات التي طالت الدين الحنيف، ولم يمر على المسلمين يوماً إلا وسجل علي عليه السلام موقفاً بطولياً رائعاً في مجال الدفاع بالسيف والفكر وبالخلق الحميد. لهذا فإنه كان ولا زال مهوًا لقلوب الإنسانية جميعًا، إلا أن أي نهج وخط فكري أخلاقي لا بد له من حساد، ولا بد له من مبغضين، ولا بد له من نواصب. فقد شرعت بعض الألسن والأقلام لتقلب المناقب إلى مثالب، محاولة أن تغمط الحق وتطفئ نور الهداية. فالنهج والفكر المدلس المتطرف أخذ ينال من علي عليه السلام ومن مناقبه مثلما نال المتطرفون التكفيريون من جل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ليحرموا أجيال الأمة من منبع الهداية والتوحيد الإلهي القدسي، لتكون الساحة الإسلامية مرتعاً للفكر المارق الأسطوري. أيها الأحبة، إن الحاجة الماسة في هذا الظرف أن نكون حرساً لعقيدتنا ومبادئنا بدفع كل شبهة يمكن أن تلصق بها، ومواجهة الأفكار المسمومة التي أصبحت سبباً لإرهاب الناس وقتلهم على الهوية وعلى الانتماء، وانطلاقاً من هذا المبدأ وكثمرة من ثمرات مرجعية السيد الصرخي دام ظله، أخذ على عاتقه مركزنا المبارك، مركز المنهج الوسطي للتوعية الفكرية، أخذ على عاتقه تحمل المسؤولية في هذا الركام وهذه التدافعات والمشاحنات من التطرف، لينتهج منهجاً وسطياً فكرياً أخلاقياً في تأدية رسالته الإسلامية التوعوية. فهو يرمي إلى تقديم قراءة وسطية للفكر الإسلامي وتجفيف منابع الفكر التكفيري الإرهابي الإقصائي عبر عقد ندوات ودراسات ومحاضرات أكاديمية ودينية بمشاركة أساتذة وخطباء ومثقفين مختصين. وإن شاء الله يكون حجر الزاوية لبناء جيل إسلامي واعٍ وسطي المنهج والتفكير. وفي نهاية هذه الكلمة أرحب بكم وأشكركم على قدومكم الميمون لحفلنا هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق جميعاً لأن نكون مساهمين عاملين في هذا المشروع التوعوي الإسلامي الكبير لتخليص المجتمع من كل ما يمت إلى الفكر التكفيري التيمي المتضرر بصلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي يا أمير المؤمنين، ونحن في مناسبة ميلادك الأغر نستذكر أقوالك ووصاياك بخصوص العقل، حيث قلت: أغنى الغنى العقل، إذا تم العقل نقص الكلام، لا مال أعود من العقل، نعوذ بالله من سبات العقل. فأبغضوك الأمويون والتيمية وحاربوك لأنهم ضد العقل، ولعمري تركوا العقل فسطحوا الأرض ولم يؤمنوا بكرويتها، وثبتوها ولم يؤمنوا بحركتها، فكفروا من على الأرض، فكيف لا يكفرونك وأنت سيد العقلاء؟ حتى قال فيك شيخهم مسطح العقل والفكر ابن تيمية: وأما إسلام علي فهل يكون مخرجا له من الكفر؟ على قولين مشهورين، ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر، تكفير واضح وصريح لأمير المؤمنين، وحاشا أمير المؤمنين من ذلك. ونحن نقول لهم ولشيخهم: سنقبل كلامكم أن عليا كافرا، ولكن بشرط، بشرط واحد لا غير، أن تغيروا العنوان من الكرة الأرضية إلى المسطحة الأرضية، وأنى لكم ذلك؟ كلمة دورة خطيب آخر الزمان يلقيها سماحة السيد مشكور الكفائي فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور، المشايخ الأجلاء، الأساتذة المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى آل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما خاتمهم الأمين الحج عليه وعلى آله وسلم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني دام ظله الوارف، وإلى جميع العالم الإسلامي بمناسبة ذكرى ولادة سيد البلغاء والمتكلمين وسيد الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ماذا يمكن أن نقول، وماذا يمكن أن تقول الكلمات، وماذا تعبر في حضرة ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام؟ ماذا يمكن أن أقول في زمن جفت فيه القلوب وأقلام الحق؟ ماذا يمكن أن أقول في زمن لم يعد له صدى لحن للبؤساء، وأصبحت أيامنا سوداء؟ ماذا عسى أن أقول في زمن يسرقنا اللص ليعبث كما يشاء، في زمن تغشى العيون الضباب وتمشي على الطاعة العمياء؟ ماذا يمكن أن أقول عن جمالي ورونق اسمك؟ والله العلي الأعلى يقول:
إني شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه وويل لمن أبغضه وعصاه. ماذا يمكن أن أقول لك أن تقول الكلمات في يوم ولادة علي داخل الكعبة المشرفة؟ زقي يا عصافير الهدى بشراك يا بمولد حيدر الكرار منبع الأسرار. يا قلب بارك للأحبة في الله بولادة نور الأئمة في شهر رجب ربيع العبادة والرحمة الإلهية، ربيع العبادة والرحمة الإلهية تصب على العباد صبا. أين نحن اليوم من العبادة؟ عبادة أحرار أو عبادة تجار وعبيد؟ ماذا يمكن أن تقول الكلمات يا علي؟ لن تفيك الكلمات ولن يفي حقك الكتابات، ولو فدتك أمتك لن تفيك حقك. أين نحن اليوم من طلاقك الدنيا ثلاثاً؟ هيهات هيهات يا دنيا، لن تستطيعي غر علي فغري غيره. علي نور القلب، هل المحبة وحدها تكفي؟ لا وألف لا، فالاقتداء بشخصية الإمام علي أمر ضروري، من أبرزها أخلاقه في التضحية والعطاء واتخاذه مثلاً في التعامل بين الناس. أين نحن اليوم من شخصية الإمام علي وفكره ورؤيته في الواقع الإنساني؟ علي يا صفي القلب، يا من تضرعت إلى الله تعالى وعفرت ناصيتك بالتراب وتململت تململ الطفل الذي يتلوى بالجوع إلى رحمة الله، أين نحن اليوم من صفاء القلب والضمير؟ فنحن اليوم مأمورون بحب الأولاد وحب السلاطين، وألا نشهدوا لأهل الكرام باستحضار النيات الصادقة. أين نحن اليوم من تواضع علي وعدالته؟ وما الذي جعله من أئمة الدرجة الأولى؟ أهي قضية العدالة؟ وأين نحن اليوم من نصرة المظلوم وأخذ حقه، إذ يتجلى ذلك في قوله: والله لئن أبيتن على حسك السعداء مسهداً أو أجر في الأغلال مصفداً أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشيء من الحطام. نحن اليوم يا علي الهدى، إما أن نكون أو لا نكون في تفاهات الدنيا وصغائرها، سلام على من يطل لك الضوء من الضوء، سلام على من يعكس الضوء في الحقيقة، بشرى وأمناً سلام عليك يوم ولدت ويوم تبعث في الناس حياً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولدته في حرم الإله وأمنه،
والبيت حيث فناءه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدت مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصيدة لخادم الحسين الملا أحمد تومان الكعبي، فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أيها الحفل البهيج، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة المباركة الكريمة التي تمر علينا ذكرى ولادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. حشرنا الله وإياكم في زمرة علي بن أبي طالب ببركة محمد وآل محمد. يا سائلا يا سائلا أين الصراط وأهله، أرجوك دعني يا سائلا أين الصراط وأهله، أرجوك دعاني أجيب اللائم، هم الإمامان قاما وإن قعدا، وسيدة النساء وعلي الضيغم، هم خمسة تحت الكساء شرفهم، فاتمم صلاتك على النبي محمد. أنا رجيف بيد القلم من ردت خطا عين عين، أنا رجف بيد القلم من ردت خطا عين، مدري شلون أكمل وصل ليائك، ملام الربط هالعين ويا الياء، احس الدنيا كلها انحطت بلامك، انا رجف رجف بيد القلم من ردت خطا عين عين عين، مدري شلون اكمل وصل ليائك، ملام الربط هالعين ويا الياء، أحس الدنيا 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 كلها انحطت بلامك، بلامك بلامك، أحس الكون كله انحط بلامك، ويعبر كل بحر هايج بلامك بلامك بلامك، جدار الكعبة ما ينفك. الله عليك، الله يحفظك.
أنا جدار الكعبة حس الكون كل الحات بلامك ويعبر كل بحر هايج بلامك جدار الكعبة ما ينفك بلمك ولا صارت مهد لولاك هي سمعنا صلوات حدار هلي لميلادة حدار رب العرش رادة حدار هلي لميلادة هلا رب العرش رادة حدار هلي حدار رب العرش بعد حدار هلي لميلادة رب العرش راد نبقى بعهدنا رغم اللي ضدنا رغم اللي ضدنا نبقى بعهدنا نبقى بعهدنا رغم اللي ضدنا رغم اللي ضدنا نبقى بعهدنا حدار هالليلة ميلادة حدار رب العرش راد عليك عليك حدار هلا هلا يا رب العرش رادة نبقى بعهدنا رغم اللي ضدنا رغم اللي ضدنا نبقى بعهدنا نبقى بعهدنا رغم اللي ضدنا رغم اللي ضد ايه نبقى بعهد ايه ساكن بهالارواح حب حيدر الفواح يسرب دمانا يسرب دما هي صار لنا أحلى وشاح ويطلعت المصباح يذهب سمانة يذهب سمانة هي أصبح صبرنا سلاح يهدينا للأصلاح حيدر حمانة حيدر حمانة هي والمحب نادى وصاح بالحب نشرنا جناح هالحب أمانة هالحب أمانة الله حدار تتلالى أنواره حدار بارينا مختاره حدار تتلالى أنواره بارينا مختاره حدار سندنا رغم اللي ضدنا رغم اللي ضدنا حدار سندنا حدار سند رغم اللي ضد رغم اللي ضدنا حدار سند حدار حدار هلي يا ميلاده رب العرش راده اي هلي يا ميلاده هي رب العرش راده نبقى بعهدنا رغم اللي ضدنا رغم اللي ضدنا نبقى بعهدنا سمعني نبقى بعهد ايه رغم اللي بارك الله ايه نبقى بعهد اي والخالق المعبود قبل الخالق موجود حب الصمد حب الصمد اي ننشر موهجنا ورود هذا العهد معهود لازم نعيده لازم اي للوالي كلنا جنود ونحقق المريود لاجل العقيده لاجل العقيده اي اقسم بحق داود ما يضل كلنا مراد باكر نبيده باكر نبيده الله حدار للموت والينا حدار بالحشر يروينا حدار خادم للموت والينا بالحشر يروينا احنا صمدنا رغم اللي ضدنا رغم اللي ضدنا احنا صمدنا احنا صمدنا رغم اللي ضد ايه رغم اللي ضد اي والخالق المعبود قبل الخالق موجود حب الصمد حب الى خادم الحسين سيد علي سيد هاتف الزاملي الخالق المعبود والخالق المعبود قبل الخالق موجود حب الصمد حب الصمد هي ننشر موهجنا ورود
هذا العهد معهود لازم نعيده. اي للوالي كلنا جنود ونحقق المريود لاجل العقيده لاجل العقيده. اي اقسم بحق داود ما يضل كلنا مرود باكر نبيده باكر هالله حيدر للموت والينا حيدر بالحشر يروينا اي للموت والينا اي بالحشر يروينا احنا الصمدنا رغم اللي يضدنا رغم اللي يضدنا احنا الصمدنا احنا الصمد ايه رغم اللي يضد الله رغم اللي يضدنا احنا الصمد حيدر حيدر هالليله ميلاده رب العرش راده ايه الليله ميلاده رب العرش راده دار هالليله ميلاده حيدر رب العرش راده نبقى بعهدنا رغم اللي يضدنا رغم اللي يضدنا نبقى بعهدنا نبقى بعهد ايه رغم اللي يضد رغم اللي يضدنا نبقى بعهد اي رب العلا هصاك يا حيدر وانطاك سر الخليقه سر الخليقه اي يا بلحسن لولاك ما دارت الافلاك هاي الحقيقه هاي الحقيقه اي اذل ذي والاك فازل ذي والاك هذا الدرب وياك واضح طريقه واضح ايه يا علي ما ننساك واحنا نحب ملقاك بكل دقيقه ابقل الله حيدر فوق النجم صيته اي معروفه قد زيته اي فوق النجم صيته اي معروفه قد زيته ان ودوا يودنا رغم اللي يضدنا رغم اللي يضدنا ان ودوا يودنا ان ودوا يود ايه رغم اللي يضد ايه رغم اللي يضدنا نودونا حيدر حيدر هالليلة ميلاده رب العرش راده ايه هالليلة ميلاده ايه رب العرش راده نبقى بعهدنا رغم اللي يضدنا رغم اللي يضدنا نبقى بعهدنا عليك نبقى بعهد اي باسمك نيلج كل ساع للمركب انت شراع بيدك امرنا بيدك امر اي مثل الزرع بالقاع هذا التعب ما ضاع نحصد ثمرنا نحصد اي يا طيب الاطباع عدنا الخبر من شاع يمك حضرنا يمك حضر اي وش ما تمر روضاع ما ينشر وينباع حبك فخرنا الله حيدر افراحه معموره حيدر يزهى ويشعن هلا هلا حيدر افراحه معموره حيدر يزهى ويشعن نوره نحفظ وعدنا رغم اللي يضدنا رغم اللي يضدنا نحفظ وعدنا نحفظ وعدنا رغم اللي يضدنا رغم اللي يضدنا نحفظ وعدنا حيدر حيدر اللي ألا ميلادة اي رب العرش رادة هاللي ألا ميلادة اي رب العرش رادة نبقى بعهدنا رغم اللي يضدنا رغم اللي يضدنا نبقى بعهدنا نبقى بعهد هلا هلا رغم اللي يضد اي رغم اللي يضد اي واللي خلق جبريل ونزل الانجيل حيدر عملنا اي يفتخر بيك الجيل ونسمى اسرائيل يجمع شملنا اي من شفنا نجم سهيل يسطع بتالي الليل نور حفلنا اي رد بينا كل الحيل عنك ابد من ميل انت اصلنا اي
حيدر حاله معروفه اي والله منعوفه اي افعاله معروفه اي والله منعوف بحدر مجدنا رغم اللي ضدنا رغم اللي ضدنا بحدر مجدنا بحدر مجدنا رغم اللي ضد اي رغم اللي ضد اي بحدر مجدنا الك قبل الولاية عجاز من هالليت لك قبل الولاية عجاز من هالليت وإلك من قدرة الله انشق جدار البيت إذن من جابت أمك إذن من جابت أمك على الحجر صليت أخوتها جابت والكعبة لو ليلة جابت والكعبة هلا هلا جابت والكعبة جابت والكعبة جابت والكعبة لو ليلة جابت والكعبة هلا جابت والكعبة لو ليلة جابت والكعبة من ولدت علي من ولدت علي ومن هالعرش ممنون ومثل أمك أبد ما جابت أم بالكون من ولدت علي ومن هالعريش ممنون ومثل أمك أبد ما جابت أم بالكو أقولن أقولن بالولادة وبالمخاض شلون وخاضت والبار مباريح خاضت والباري هلا خاضت وال باريحة خاضت والبار باريحة خاضت والبار وصلت الماء وصل مخلوق لو عاني وصلت الماء وصل مخلوق لو عانيت ويعسر الزمان بجفك تلاويت انت بيت طاهر يا الوسط ربيت انت بيت انت بيت طاهر يا الوسط ربيت ونص نازل بيك ونص نازل بيك من البار نص نازل بيك نص نازل بيك من البار نص نازل بيك ان شاء الله هوستين واسالك الدعاء الك الك هلت مسر العين من هل هالفرح خضر حليفة راض المبشرين لبست حلة المنظر إليك إليك هلت مسر العين من هل هالفرح خضر حليفة راض المبشرين لبست حلة المنظر فرح عاش بكيان وعاش بقلوب الخلق مشعار وعلى اللوح انخاط هلا على اللوح انخط سر ميلاد على اللوح انخط هلا على اللوح انخط سر ميلاد على اللوح انخط 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 عزف نبض الدليل انغام وتربيه كل اعضائي عزف نبض الدليل انغام وتربيه كل اعضاي لكن كيف انولد مولود يشفي من العليل الداي شفيعه هناك بالمحشر شفيعه هناك بالمحشر لعد كل ضامي يسجل ماي ويزقينا من حوض الكوثر ويزقينا من حوض الكوثر
ويسقينا من حوض الكوثر ويسقينا من حوض الكوثر ويسقينا من حوض الكوثر عزف عزف نبض الدليل الغام. إن شاء الله هاي الهوسات اللي سمعتوها كلها من نظم الشاعر جميل تومان الكعبي. عزف نبض الدليل الغام وطرب بيه كل عضاي لكن كيف انولد مولود يشفي من العليل الداي لكن كيف انولد مولود يشفي من العليل الداي شفيع هناك بالمحشر لعد كل ضام يسجل ماي ويزجينا من حوض الكوثر هلا ويزجينا من حوض الكوثر اي يزجينا من حوض الكوثر ويزجينا من حوض الكوثر ويا حيدر احضر وحمينا ويا حيدر احضر وحمينا ويا حيدر احضر وحمينا ويا حيدر احضر وحمينا يا حيدر يا حيدر احضر وحمينا افراح دائما ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. ولدته في حرم الإله وأمنه أنت العلي الذي فوق العلا رفعا ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا وأنت حيدرة الغاب الذي وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا. والآن مع مواليد ولائية بهذه المناسبة المباركة للرادود الملا أحمد التميمي فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حباً وولاءً بعلي وآل علي أفلح من صلى على محمد وآل محمد. كل علي يا علي كل لحظة صيحا يا علي كل ساعة يا علي كل يوم صيحا يا علي يا علي كل يوم صيحا يا علي قالوا لي يا شيع افتهيم قالوا قالوا لي يا شيع افتهم أي سوء بطل من علي قول الله أحسن من علي
أدرى الله أحسن من علي، بس الله ما ينزل لي ويرفعني لله تشفع لي صلوات. علي علي بكل غزوة ما ينهزم، ما ريت وبصبرة تشوف عداء، ما أرد لذلك غير حيدر أبد، لذلك غير حيدر أبد، ما أريد وظل خادم لحماي الحمية صلوات. تيماي وتيممت على صبر وبطال، تيماي على جف الصرخ ماكو بعد، على شيء على جف الصرخ ماكو بعد. يتيم يتيم ونكر ذاكر باي، تيماي وتيممت على صبر وبطال، تيماي على جف الصرخ مايك بعد، تيماي شرد واسمع يقول شلون بي يا صلوات. خادمك خادمك يتيم يتيم ونكر ذاكر باي، تيماي وتيممت على صبر وبطال، تيماي على تشيف الصرخ ماكو بعد، تيماي شرد واسمع يقول شلون بي شلون بي. والعلي جبنا بشارة صرخية دقة وغارة بين صفت معتارة التيمية، كل داعش مسمينة بالبحث نفقس عينه ونصيح ردكم وين التيمية التيمية. علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا أبو حسين علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا أبو حسين. جاوبني علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي. جاوبني علي يا علي علي يا علي علي يا علي. ايوه حق فارس منظر يسمعنا من غاب وحضر، احنا الهوى لهذا الامر وفايه وفايه، مرجعهم المارق طلع صاحب خرافات وبدع، بجفوف صرخنا نقلع والغايه والغايه. الدين نرفع رايته حطم الباغي ودولته، نفضح الجانت غايته مغطايه مغطايه. والعلي نرفع هالعهد والعلي نرفع هالعهد، وياك احنا على الوعد للعدل دق انا العمد، والثايه والثايه والثايه. تيمية وكل فكر ارهابي يركع خليته على ابوابي، تيمية وفكر ارهابي يركع خليته على ابوابي، تعليق ونشر واعجابي تعليق ونشر واعجابي. وراح التيمي ها ها وراح التيمي وراح التيمي وراح التيمي، وضيعنا اسمه من التاريخ وراح التيمي.
التاريخ وراح التيمي وضيعنا اسمه من التاريخ وراح التيمي تاريخ وراح التيمي كلمة عدل نحجيها للمنتظر نهديها والمارقة نخليها محتارة محتارة مولدك يا والينا هاللي لنا فرح جينا ونقل يا مهدينا لبشارة لبشارة فندنا فكر المارقة وذيك العصابة السارقة والوعد كون نحققه وأخباره تلقاها كل صوب وكتر لا دولة ظلت للكفر هبتها طاحت بالكفر هبتها طاحت بالفكر بالغارة بالغارة طيحنا الدولة وتيميها ما ظل كل مارق يبنيها طيحنا الدولة وتيميها ما ظل كل مارق يبنيها طب الصرخ وهوس بيها طب الصرخ وهوس بيها وشو ضم راسه ذاك السولف بالتوحيد وشو ضم راسه راسه ذاك السولف بالتوحيد وشو ضم راسه وشو ضم راسه ذاك السولف بالتوحيد احنا الدليل ويانا ويا العدل مربانا للدين كلنا عوانا وقلناها قلناها ازماطنا ويا بالعلم للي يدعي الحق والفهم منهجنا منهاج السلم فحواها فحواها لا للدم ولا للذبح للسلم شيدنا الصرح دعوتنا للدين السمح معناها معناها داعي الصاحت يا تيمينة صحنا احنا الحق ويصرخينا هوسنا لدولة مهدينا هوسنا لدولة مهدينا وهاي الدولة بس المهدي تلوق عليه وهاي الدولة وهاي الدولة بس للمهدي تلوق عليه وهاي الدولة هاي الدولة بس للمهدي تلوق عليه وهاي الدولة بس للمهدي تلوق عليه وهاي الدولة وراح التيمي وضيعنا اسمه من التاريخ وراح التيمي وراح التيمي وراح التيمي وضيعنا اسمه من التاريخ وراح التيمي وشو ضم راسه ذاك السولف بالتوحيد وشو ضم راسه وشو ضم راسه ذاك السولف بالتوحيد وشو ضم راسه وكونك تسأل صرخ وما طخيت الراس وكونك تسأل ما طخيت الراس وكونك تسأل ما طخيت الراس وكونك تسأل وما طخيت الراس صرخ وما طخيت الراس أفلح من صلى على محمد وآل محمد. نسيت بعض العبارات السيد محمد ظفر الصدر بهذه المناسبة. يقول سماحة السيد محمد ظفر الصدر: وقد عرف العالم دعوات عالمية كثيرة. عرف المسيحية الرسمية التي ادعى أنها عالمية، مع أن كتابها المقدس ينطق بأن ما عدا شعب إسرائيل كبار أجلكم الله ولم تكن إنسانية في يوم من الأيام. وعرف الماركسية في العصر الحديث ويدعي أتباعها أنها عالمية، ولكنها لن تكون إنسانية في يوم من الأيام
لأنها مادية وقد كفرت بالإنسان يوم جردته من مصدر عظمته ومن أعظم ميزاته وهو الجانب الروحي مصدر إنسانيته الوحيد. وإذا لم تكن إنسانية فلن تكون عالمية، لأنها تفقد الشرط الأساسي لذلك وهو الإيمان بالإنسان، ويبقى الإسلام، والإسلام وحده دعوة إنسانية عالمية، كان كذلك كان وكذلك هو الآن وكذلك سيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قصيدة للشاعر المبدع داخل جحيش محمد والصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئكم بهذه الولادة، وجعل الله إياكم أيامكم أفراحاً ومسرات، وجمع الله شملكم مع من تحبون إن شاء الله عن قريب. يا اللي جابتك، يا اللي جابتك بالبيت وتوسلت بيك، يا بل حسن مبخوت يطربني طاريك، أمك على تناغيك تسمع بذنها ترتل التوحيد وانت ببطنها، أمك علي أحسنت بارك الله عليك يا جحيش الله، الله يسلمك الله يحفظك، أمك على تناغيك وانت ببطنها، أمك على تناغيك تسمع بذنها ترتل التوحيد وانت ببطنها، وحق طه النبي المرسل وبيته، وحق طه النبي المرسل وبيته، على بعلمك حكى العالم وبيتاه بعناية ربك ولطفه، وبيتاه أمك جابتك لجل الزكية، ما كفو الزكية غير علي بن أبي طالب، علي كلهن خذتهن ما بقن زينات، علي كلهن خذتهن ما بقن زينات، علي انت احتكار بهاي انا اشهد، لان تجارهن كلش قليلين والتجار ويالله محصولهم فقد، مسواقك شريته من قبل خلق الكون، شي همك لو ان مسواقهم يصعد، مسواقك شريته من قبل خلق الكون، في همك لين مسواقهم يصعد، يا سر مغفرة آدم من عصى المعبود، يا البيك انتخوا للباري يتودد، يا معجزة ربي، يا معجزة ربي الحاضرة بكل حين، عليها الأنبياء اش كثر تتردد، سفينة نوح انت العاصمة من الطوفان، يا طوفان الجبل قدام ما يصمد، يا برد النار، يا برد النار انت الماتو ابراهيم، يا برد النار انت الماتو ابراهيم، يا نار بالحرب هيهات ما تبرد، يا عصات الكليم اللي حطمت فرعون وصبح عبره لكل من راد يتنمرد. سفينة نوح انت العاصمة من الطوفان، يا طوفان الجبل قدامه ما يصمد، يا برد النار انت الماتو ابراهيم، يا نار بالحرب هيهات ما تبرد، يا عصات الكليم اللي حطمت فرعون وصبح عبرة لكل من راد يتنمرد، يا طبة عيسى، يا طبة عيسى والإحياء والإنجيل،
وآل الرسالة الناطق المعهود يتربات المصطفى الأحمد على كلهن خذتهن ما بقى زينات على انت احتكار بهاي آنك. ضحكوا على العقول التافهة من الناس يا عقل اللي صدق رب شاب أمرد. ابن تيمية أسس والنهج موجود من أول أمية ولسه ما هود إلى دولة خرافة وتدعي الإسلام. تكفير الدواعش قد جزى الحد، كلها كفار بنظرهم والذبح مشروع. سكينة ابن تيمية برقب تنحد، سكين ابن تيمية برقب تنحد. مرخوص القتل كل الديانات، مسيحي صابئي كلهن كل شي ما فرد، صوفي شيعي سني مشمولين. فكر فاسد يجب يا ناس يتفسد، ألا فسيف الفكر قد تجرد، ألا فسيف الفكر قد تجرد، وله الصرخي عزما تقلدا. فلا تطمعوا أن يعود إلى غمده، فما أطول ما كان مغمدا. علم وشجاعة وإخلاص، وكما الموعود صار مشردا. فاجمعوا عتاتكم وأذنابكم، سيبقى الصرخي نهج محمدا. هو الصرخ الثابت، هو الصرخ الثابت، هو الصرخ الثابت. كلها تحط وتطير الصرخ الثابت، طير الصرخ الثابت، كلها تحط وتطير. يا الله. والآن مع فقرة مسابقات، بداية يتفضل سماحة السيد عايد الحسني وكيل سماحة السيد الحسني في الديوانية لتقديم بعض الهدايا للفائزين بالمسابقة. أخوانا الأعزاء، مجموعة أسئلة، كل سؤال من يجيب عليه ستكون له هدية متواضعة بهذه المناسبة. السؤال الأول، أرجو الانتباه رجاء أخوانا الأعزاء، في أي الغزوات لم يشارك الإمام علي عليه السلام ولماذا؟ موجود المايك أخوان يمكم اللي يجاوب، خلي يستلم المايك ويجاوب. في غزوة تبوك. أحسنت، السبب لماذا؟ لا يصلح أمرها إلا بي أو بي. بعد مخلفه في المدينة فقال تمني بمنزلة هارون بن موسى. أحسن سيدنا، أحسن، تفضل سماحة سيدنا. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. السؤال الثاني، في أي سنة ولد الإمام علي عليه السلام؟ يعني كم سنة قبل الهجرة فقط، نريد هذا تحديداً، هذا السؤال. في أي سنة ولد الإمام علي عليه السلام؟ شرط أن يكون الجواب السنوات التي قبل الهجرة. أحسن، حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. وأكبر الله أكبر. تفضل مولانا العزيز لاستلام هديتك. الذي أجاب نرجو أن يتفضل هنا لاستلام الجائزة.
السؤال الثالث: ما هو اسم والد الإمام علي عليه السلام؟ نتمنى من الشباب الإجابة. هذا الشخص أخذها باستحقاق. حيوا بالصلاة على محمد وآل محمد. السؤال الرابع: من أطلق اسم يعسوب الدين على الإمام علي عليه السلام وما معناه؟ أكرر: من أطلق اسم يعسوب الدين على الإمام علي عليه السلام وما معناه؟ الذي أطلق الاسم رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. معناه يعني يعسوب الدين أمير النحل وقائد النحل. أحسنتم. حيوا بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم صلي على محمد وآل محمد. خامسا، السؤال الخامس: كم بلغ، أرجو التركيز، كم بلغ عدد محاضرات سماحة السيد الصرخي في بحث الدولة المارقة، وكم عددها في بحث التوحيد التيمية؟ المايك اخوانا للطفل هذا اذا يعرف. نعم، ما واضحة الإجابة. كم عدد المارقة؟ كم عدد المارقة على حدة وعدد التوحيد على حدة؟ أحسنت. حيوا بالصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. السؤال السادس: ما معنى كلمة قطط في وصف رب التيمية؟ ربما اللي يجاوب يحصل لعنة من ابن تيمية. ما به الشعر. نعم شعر، وما به شعر بعد. توضيح أكثر. أحسن. أيكم ما يجاوب؟ أصير شعر. وبعد؟ أحسن، قصير الشعر ومجعد. حيوا بالصلاة على محمد وآل محمد. السؤال السابع، أرجو الانتباه: كم عدد الخلفاء عند ابن تيمية؟ كم عدد الخلفاء عند ابن تيمية ومن هم؟ رجاء الإجابة بالمايك، رجاء. يعطيني العدد ويعددهم واحدا واحدا. كم؟ الخلفاء اثنا عشر خليفة قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء بعدي اثنا عشر خليفة كلهم قريش، لكن التيمية جعلهم 13 طبقوا وعد النبي. أحسن، 13 وهم أبو بكر. نعم، وعثمان وعلي 4، معاوية 5، يزيد بن معاوية 6، عمر بن عبد العزيز، سلمان بن عبد العزيز، وصار الإمام الثالث عشر الولي، وهم قال 12،
أحسنت. حيوا بالصلاة محمد وآل محمد. السؤال الثامن والأخير، ما هو اسم الطور، اسم الطور الذي يقرأ به قصيدة جينا ننشد كربلا مضيعينها؟ هي مو جوابك عبارة عن سؤال ليس بحجاز. أحسنت. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. هو الطور العراقي. نشكر سماحة السيد عادل الحسن. وفي ختام حفلنا هذا نتقدم لكم بالشكر الجزيل على حضوركم وتجشمكم العناء، وحياكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهج محمد صلى الله عليه وآله وصاحب هذه الذكرى وأهل بيته الأطهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.